مساكم ابو خير، معاكم عبد الرحمن الخميس لايف. اي احد الحين قاعد يشوفنا وده يطلع معنا ويشاركنا يقدر يتصل على هذا الرقم الموجود من الكويت، برا الكويت تدق حتى لو واتساب، ما تبي تدق مكالمه خارجيه. معنا اتصال ونقول الو، تفضل. ارديز هذا لايف وايد كشخك، في اي بي، في اي بي وايد ادفانس، يعني وايد اللي قاعد تسوونه جبار. صفقه هلا وطلع حبيبي. يلا ناخذ لايف انستغرام حق ليفل جديد، ليفل ما حد سواه. شلون تصور بهذه الطريقه اغلبك؟ هذا هو الاكتشاف، ان احنا قاعد نصور لايف انستغرام في هذه الطريقه. في ناس عبالهم مو لايف، عبالهم هذا تسجيل مو سهل. ايه ترى لايف هذا الحين. نقول انك اول واحد، يس، مو كاميرا واحده، حاليا اول واحد يسوي هذه الحركه، اقولها بالفم المليان. عندي 37 ألف سؤال ممكن. يلا تفضل. انا جدا سعيد تدرون، والله ودي اصور لك انا المكان بس تنصدم. شوف الحين شلون قاعد نسولف، لعبتها تبطل مواضيع حزن وبكي وفرح وسرور. يلا يلا تعال، امس كنت قاعد اسولف مع علي ونجم وقال لي يلا فوقه وانت تبعد، تعال لعبتكم اللايف. يلا حياكم حياكم. عسى بالله شيء يفوز، يعني المفروض اجيب بشت الحين عشان اطلع لايف. عادي يقول قصيده مثل علي نجم، خل اغير الموسيقى. هاي مو كل الناس تقدر شعورك هذا علي نجم. متى تينا؟ انت عزمني ولا ايه؟ يلا تعال. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، يا هلا ومرحبا. اتصال من السعوديه معنا. اشكالكم وايد هوليوود تدرون؟ صدق؟ لا يعني احتمال تاخذون الثانيه. اتغشمر اتغشمر اتغشمر. يلا باي 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 باي. ومن قال اسمعني حسيت اني بخبقها. ما شاء الله التقنيه ممتازه جدا وخرافيه. حبيبي على راسي على راسي. سينمائية. أشكرك أشكرك يا أخوي. شل يباس الإبداع، شنو هذا؟ الله 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 الله. قاعد أسوي شفت بالتكنولوجيا. شفت شلون؟ والله قاعد أسوي، إحنا حاطينها، قاعد نقول لكم إحنا لازم نسوي شفت. وينها شفت هي ولا؟ الأمانة عجبتني الفكرة وتنفعني أصلاً بمجال. أفضل 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 اللايفات الموجودة بالشرق الأوسط. أشكرك شهادة على التسبيحة، على راسي يا أخوي، تسلم لي. ألهمتني برشا حزيت، بس لازم نعمل. إحنا نحبكم برشا. محبين يعني، إحنا بنحبك يعني، عندنا للشغل. يعني اخواني وربعي كلنا نحبك. ونعم على راسي على راسي والله، انت واخوانك وربعك والشباب كلهم. فخور فيكم، سو براود، يعني العقل المدبر مع الاخراج وقت واحد. اوبا لا يعني نور هالبشره الحلوه منوره. الله يسلمك الله يسلمك حبيب. الجديد هذا الحين اللي قاعد نسويه وبنحاول نسوي نفسها تطلع يعني مثلا بالانستغرام والفيسبوك واليوتيوب نفس الوقت لايف. ابو قيان دائما دائما شفت سباقين في الشغلات حتى اللي ما صارت. اهنيك وباذن الله انت راح تكون طريق لايصال كثير من فعاليات وبثها. تعرف قاعد طالع قاعد صار بتليفونه ولا بكاميرا ولا شنو؟ اي هذا كذاب، قاعد يقول لنا لايف بس هو مو لايف. قاعد صار فيني شنو؟ شنو اللي قاعد اسوي؟ حسن البحراني يقول لا تكشف السر. على هالطريقه اللي قاعد نسويها اي انت بتجيب معك ثلاث كاميرات ما تبيه، جايبهم عندك انت، ما تحتاج تاخذ. صح الاشخاص. اذا من برا قاعد تسوي نفس حركتك هذه الاتصال وخلاص بس. اي شغل نحتاج كونكشن سريع حق الموضوع صح؟ اتوقع اي، بس الحين اللي قاعد اشوفه انا نبي 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 5G. نيب 5G خلاص راح يضبطونا 5G على الهواء. قالوا لنا راح يضبطونا 5G عشان المشاهدين والمتابعين يستمتعون بالاكسبيرينس. ما نستغني عن دعمكم يا، وانت بعد من الشفترز ما يحتاج بعد.